الإفريقية. مصر صاحبة الألقاب السبعة في هذه البطولة ووصيف النسخة الماضية في خلال طبعا تاريخها العريق والكبير كأحد الدول المؤسسة الاتحاد الإفريقي، تواجه منتخب زيمبابوي المنتخب الذي يشارك للمرة الرابعة في تاريخ هذه المسابقة الكبيرة. ملعب استاد القاهرة منذ الساعة الواحدة ظهرا وهو يتزين بهذه الأعداد الكبيرة من الجماهير المصرية والحضور أيضا في ملعب اللقاء، والكل يترقب ما بين مصر وزيمبابوي أمامنا في هذه البطولة تنطلق اليوم. وانطلقت بكلمة ترحيب من أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ثم بعد ذلك كانت كلمة الافتتاح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي توجه طبعا كلمات للقارة السمراء وهو رئيس الاتحاد الإفريقي طبعا اليونيون افريكان يونيون في هذه الفترة. أمامنا هنا الجمهور والترقب والانتظار لقاء الافتتاحي في هذه اللحظات، دخول طاقم التحكيم بقيادة سيدي اليوم نيانت الحكم الكاميروني في هذه المباراة، واللي بيعاونه كل من إيفرست مانكويندي وأيضا كل من حجي مليك سما سنغالي الحكم المساعد الثاني على فكرة طبعا بخلاف الحكم الأول كاميروني ومساعد أول كاميروني، ثم ماجيتي ندياي السنغالي حكما رابعا. أذكر بأن تقنية الفار الفيديو أسيستنت ريفري ستكون بداية من مباراة الدور ربع النهائي في هذه البطولة لأول مرة البطولة في طبعا 24 فريق، لأول مرة البطولة أيضا في أشهر الصيف. وبالفعل طبعا مصر هنا تستقبل هذه الدول القادمة من أجل اللقب، من أجل البطولة، من أجل الوصول أيضا إلى البداية والانطلاق إن شاء الله، والتنظيم المصري للمرة الخامسة لهذه البطولة والانطلاق. جهد كبير الحقيقة على مستوى التنظيم والإنشاءات والافتتاح المبهر والعرض المبهر الذي قدم طبعا في بداية وانطلاقة هذه الليلة هذه الافتتاحية. أمامنا هنا بعد لحظات نستمع باتجاه نجم الكبير، أول استلام محمد صلاح يضع الكرة خطيرة، فرصة هدف، ولكن الحارس الكرة اللي اتلعبت من جانب محمد صلاح، أول كرة وأول محاولة مصرية بعد مرور أمامنا أهو دقيقة على طول. محمد صلاح يعلق كرة عالية، رأسية جديدة وتألق كرة مروان بعد كرة محمد صلاح، كرة مروان أمامنا أهو. بص صلاح يصنع وصلاح يضع نفسه أمامنا. المنتخب بدأ البطولة، انطلقت البطولة، الكل بيساند، كل بيأيد كرة أمامية سريعة، لكن في يلعب في نادي سان داونز وأصبح في داليان الصيني، وأول كرة لكن يحط رجله فدائية وتحرك. وخلي بالنا أمامنا التحرك الخطير أمامنا هنا في مباراة تنزانيا الأخيرة، كان عنده إصابة في الركبة، الكرة الملعوبة لكن مرادي تطلع إلى خارج. أيمن أشرف يعلق الكرة العالية لكن هنا الصراع، ولكن يبدو أن هناك أمامنا هو تطلع كرة إلى ركلة ركنية لصالح منتخبنا، تاني ركنية في بإذن الله لقاء غدا إن شاء الله. الهدف الأول هنا من عبد الله السعيد وتريزيجيه، فرصة مزدوجة من عبد الله السعيد وكرة من تريزيجيه، لكن بص شوف محمد صلاح والتحرك واللمسة معمولة، استلام على طول، كرة خطرة، محمد الشناوي لكن صفارة من حكم، كرة خطرة جدا من جانب اللاعب موشي لقب محمد صلاح حلوة إلى مروان ولكن ترتد، وفرصة عبد الله اللي جايب وشه أحسن محمد النني، لكن محمد صلاح يتحرك الملعب معاه، محمد صلاح شعبية وهيبة، محمد صلاح الحقيقة بيعمل كرة بشكل رائع جدا إلى مروان، ترتد الكرة يعيدها بشكل أجمل اللاعب المحمدي. وادي أمامنا هنا عبد الله السعيد، هو فكر في الزاوية البعيدة لكن ما حسش بالمكان اللي واقف فيه، ما بصش على المرمى، خدها كده بالإحساس، ولكن الإحساس لم يكن دقيقا. والحارس انطلاقة أكيد عارفين قيمة صلاح. وادي أمامنا هنا التغطية من جانب اللاعب رقم 12، أمامنا على طول استلام من جانب الجنب الشمال، الكرات العرضية من جانب عبارة حلوة قوي من جانب النجم الكبير طبعا عبد الله، ولما حلوة أمامنا محمد صلاح، طمع في
فيها وحطها، لكن فين اللي خارج الملعب؟ شوف حضراتكم بقى الشعبية الكبيرة والهيبة الكبيرة لبطل دوري أبطال أوروبا في هذا العام مع فريق نادي ليفربول، وهذه المهارة وهذا الأداء الرائع يلعب الكرة الساقطة داخل منطقة الجزاء. المرة دي قطع حلو، قطع حلو في اللقطة الماضية على طول، حط جسمه بشكل رائع جدا أحمد حجازي، لكن التمركز الرائع بيضعها مؤشر في مشوار البطولة. هذه الكرة العرضية الخطيرة لكن أمامنا، هو عملها حلو صلاح، محمد صلاح مع لونجا يعملها حلوة قوي لعبد الله، لكن ترجع له مرة ثانية صلاح يخلصها، المصري ملعوبة على الأرض لكن كرة تصل إلى مروان، الفكرة حلوة لكن التنفيذ، اللمسة الأخيرة كرة مروان محسن كان مكانها الشباك جات له من الدفاع. بص أمامنا هنا أدي التحرك عبد الله السعيد، وأدي الكرة محمد صلاح، استلام محمد صلاح ولونجا، محمد صلاح ولونجا عملها حلوة حلوة، لكن التوقع عملها إيه؟ عملها بشكل رائع جدا، لكن فرصة صلاح على القائم البعيد، سدد واحدة وراوغ وعايز يعدي ويفتح زاوية التسديد، يبحث عن تسديدة لكن على طول الكرة، على طول كرة محمد صلاح المرة دي في ايد الحارس سيماندا، قربنا من تسجيل كرة المحمدي على طول. احمد حجازي لازم يطلع افضل من كده، اوعى الكرة دي واوعى بوسونا حجازي في اللقطة الماضية في الكرات العالية. بص امامنا قوي جدا، امامنا هو اللاعب رقم 23 اللاعب موشيكوي وطويل 188 سنتي، وطبعا الهدف الاول كرة على طول محمد صلاح والكرة اللي امامنا، بص مين اللي شالها؟ محمود علاء رايح، واللي شالها من امامه احمد المحمدي. ادي المحمدي اللي سجل هدفه الدولي الرابع في مشواره مع منتخبنا الوطني، سجل كامل حجازي. الكرات الاماميه محمد صلاح تحرك حلو قوي واستلام بترويض بشكل رائع، اصابه طبعا نتمنى ان شاء الله السلامه. الكره بقى خادعه ماكره لكن الى خارج الملعب من جانب القوه والانفراد والانقاذ من محمد الشناوي، كرة بليات أثناء الإعادة. شوف الكرة تنفذت إزاي والتحرك من بليات وانفرد والكرة جت يعني خطيرة، لكن برافو محمد الشناوي بينقذ الهدف في وقت كان القرار إيه؟ ويعود أحمد حجازي بعد انفراد أنقذه محمد الشناوي ببراعة، يعود أحمد حجازي بالتاني أيمن أشرف تريزيجيه ولم وعدى وهي جول، هي جول، هي جول، هي جول، هي جول. تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه وضع الكرة بأي روعة بأي إمكانيات بأي قدرات، سجل في مرمى المنتخب اللي أمامنا زيمبابوي في هذه اللقطة. قيمة وأهمية التسجيل في هذه اللحظات بعد هذه الجملة اللي ما بين أيمن أشرف في الجبهة الشمال وأيضا النجم تريزيجيه، مراوغة حلوة قوي وهي باينة، هي باينة اللمة والأداء وفرحة ما بين تريزيجيه والنني، لكن فرحة في مدرجات محمد صلاح. ممكن نخلص لكن كرة ما خلصتش، كرة محمد صلاح تطلع الكرة إلى خارج الملعب، كرة محمد صلاح إلى خارج الملعب. بص الكرة من محمد صلاح، أدي أمامنا هنا الكرة، كرة جديدة من منتخب